السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي انت تقدر تعمل كلاش بكل سهولة في برنامج نافسوركس. طيب، في أداة اسمها iConstruct، ده بيضيف إمكانيات للبرنامج. باجي هنا على iConstruct وأقول له كلاش مانجر، فيبدأ يفتح لي الشاشة بالشكل دوت. تمام، هبدأ أقول له أنا عايز الكلاش اللي هو اسمه تيست 1. اوكي، ممكن يكون عندي اكتر من ترتيب للكلاشات او انواع الكلاشات، فبيبدا جايب لي الكلاش زي ما هو. ده هنا جايب لي بتست نيم وكلاش جروب، تقدر تشيلهم ان جروب ان جروب، وتقدر انت بقى تعمل بنفسك. تقدر تقول له انا عايز اعمل اختار الكولوم اللي انا احطها، تقدر انت تشوف اني خصائص اذا عايز انت ترتب من خلالها وتحطهم في جروب. ممكن تقول له مثلا انا عايز الجايد مثلا، تسحب وتحط يبدأ يرتبهم لك، رتبهم لك كلهم، عمل لك جروبات. ممكن تقول له لا انا عايز تعمل فلتر للعناصر، ممكن تقول له انا عايز الكلاش نيم الاول. تمام، او يرتبونه بكلاش، وبعد كده مثلا عايز كاستم جروب نيم مثلا، تبدأ انت تسمي الاسامي اللي انت عايزها، او تقول له كلاش جروب، او تعكس بينهم، تقدر تعدل فيه زي ما انت عايز. اهوت تقدر تخليها بالديسكريبشن، يعني تقدر تعمل جروبات فيها كل العناصر اللي انت عايزها. ممكن ترتبه مثلا بالابروفد بالديزاين، خلينا نعمل كده. ممكن ترتبهم بالماتيريال مثلا، بالريفت تايب، الكاتيجوري، كلاش نيم، ديليت، جروب. ده انا كده ترتبتهم بالكاتيجوري، الفلور لوحدها والريلنج لوحدها والول لوحدها. ممكن ترتبهم بقى بالفاكشن بالاي. القصد ان انت تقدر ترتب زي ما انت عايز وتحط النيم البوزيشن زي ما انت عايز. ممكن تعملها بالريفت تايب كاتيجوري او بالريفت تايب نيم زي ما انت عايز. كل واحد فيهم هتلاقيهم بدأ يرتبهم بالشكل دوت. طيب، لو انا عايز بقى اعرف فين اماكن الكلاشات، اقدر اقول له كلاش ايكون اعمل لي دورية على الاماكن اللي فيها كلاشات. تمام، ممكن وتقدر تصدر ملف فيه الحاجات ديت بحيث يبقى سهل ان انت تلاقي الكلاش دوت. ممكن تقول له اكسبورت تو اكسل، صدر الحاجات دي لاكسل، كرييت كلاشنج جروب. تقدر تقول له انا عايز اكسبورت فيجوال كولوم تو اكسل، صدرهم للاكسل. كلاش تراكنج، اكسبورت كلاش تراكنج داتا، تقدر تصدرها او تعملها امبورت. تقدر تعمل الفيو بوينت، تصدر للفيو بوينت كل الكلاشات اللي موجودة بسهولة. الكلاش ايكون هي تقدر تشوف انت عايز تعمل فيها ايه، تصدرهم، شو كولوم تشوز اللي احنا لسه عاملينها، سيفن دول تفتحهم بالشكل دوت. كليبس تقدر تعمل كولوم، تقدر تعمل بروكسيميتي. فهي ده ظريفة بتسهل عليك الشغل وترتب لك الشغل بتاعك.